تعد رياضة البادل من الرياضات الحديثة على المجتمع السعودي، والتي سرعان ما انتشرت بشكل كبير بين أوساط الشباب والفتيات مقارنة بالرياضات الأخرى. الزميل سليمان الميمار رصد لنا هذا التقرير حول هذه الرياضة. من ضيق مساحة منزل في المكسيك إلى اكتشاف لعبة من أكثر الألعاب شهرة على مستوى العالم، خلونا نقول لكم قصة لعبة البادل واللي تعتبر الأكثر ممارسة في السعودية خلال الفترة الماضية. في أواخر القرن العشرين قرر المكسيكي إنريكي بناء ملعب تنس في بيته، لكن مساحة بيته الصغيرة خلت من الصعب جدا يبني ملعب تنس فيها. السبب هذا ما خلاه يوقف، قرر بعدها يبني ملعب لكن بمساحة أصغر وبأربع جدران، والسبب عشان ما يزعج جيرانه من الكرات اللي بتوصلهم. القصة هذه هي القصة الفعلية لبداية لعبة البادل في العالم. البادل رياضة لها شعبية عالمية ومن أسرع الرياضات نمو في العالم من بداية القرن 21. في عام 2014 سجلت أكثر من 10 ملايين شخص يمارسون هذه اللعبة حول العالم. فمثلا في الأرجنتين أصبحت رياضة وطنية فيها أكثر من 8000 ملعب ومليونين لاعب، وهذا اللي زاد انتشارها في أمريكا الجنوبية. وفي أوروبا كانت أسبانيا هي الرائدة في القارة الأوروبية لأنها تضم أكثر من 11000 ملعب. في 12 ديسمبر 2019 يعتبر هو نقطة انطلاق لعبة البادل في المملكة، بعد ما سمح وزير الرياضة الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل بإنشاء أول ملاعب لرياضة البادل في المملكة، واللي بسببها انتشرت اللعبة وصارت الأكثر ممارسة. ما شاء الله اللعبة يعني حلوة، بس الناس لازم تتعود فيها، لازم تتحسن فيها، بس ان اساس هي بسيطه. عشان تتحسن لازم وقت، مو بس اي تشوت او كذا وبس. الصراحه هذه ثالث مره، ميزه المكان هنا في اكثر من ملعب هنا في المنطقه هذه، ورياضه صراحه كويسه وتنافسيه. في عام 2021 تم إنشاء اللجنة السعودية للبادل تحت مظلة الاتحاد السعودي للتنس. لعبة البادل تعتبر من أكثر الألعاب التنافسية متعة لأنها تلعب بشكل زوجي، وهذا ما يخلق جو من التنافس والحماس. حنا الآن متواجدين في أحد ملاعب البادل في الرياض، خلونا ناخذكم جولة فيها مع عبد الملك باهبي. أقرب رياضة للبادل التنس، من ناحية إنه في شبك، من ناحية حسبة النقاط، من ناحية الكور قريب عليها بعد. أيوة. يمكن الفرق زي ما أنت شايف إنه عندك قزاز، تقدر بعد ما تخبط الكرة تلعبها، وتقدر تخبطها في القزاز بعد وتروح الجهة الثانية. هذا أيوة. ممكن أكبر فرق بين التنس والبادل. طيب الحين تحرق سعرات وكذا تعتبر عالية ولا تعتبر عادي؟ جدا مرة، يعني أعرف ناس يحرقون في الجيم الواحد إلى 1200 كالوري. يعني يعتبر عدد كويس على رياضة. جدا، طبعا يعتمد على الليفل حقك، كل ما ارتفع الليفل حقك او المستوى كل ما صرت تحرق اكثر. طيب الحين يعتبر الجيم تقريبا كم المدة؟ غالب الناس تحجز ساعة ونص يكفيك انك تلعب ثلاث مجموعات. هو اللعب دائم يكون من ثلاث مجموعات، اللي يفوز مجموعتين من ثلاثة يكون هو الفائز. يقول لك اذا دخلت الازرق هذا ما راح تطلع. ايه هي إدمان صراحة، لأنها يعني سهلة جدا، وهذا الشيء اللي ساعدها على الانتشار. يعني تشوف أنت سيمان أول مرة تلعب إن شاء الله عليك قاعد توصل الكورة، أنت لو تلعب تنس أرضي صعب جدا إنك تسوي هذا الشيء، أو تلعب سكوات، أو تلعب واحدة من رياضات المضرب الثاني. بينما أنت من أول مرة شوف ما شاء الله عليك يلا الحمد لله كورة وتجي وتروح. هي تناسب كل الأعمار، تلقى ناس أعمارهم 7 8 ما هي محدودة على أشخاص كبار أو أشخاص كبار أو صغار. جدا البادل مناسبة للجميع لأنها خفيفة على الركب، مو ثقيلة زي السكواتش مثلاً، وسهلة للتعلم حتى لو بدأت متأخر، يعني سهلة للتعلم. طيب سؤال أخير، وين تتوقع توصل البادل عقب 3 سنوات 5 سنوات؟ تستمر، توقف، تقف؟ طبعاً كثير يقولون أنها هبة،
لكن أنا اللي شايف أنها أكثر من هذا صراحة. أنا شايفها واحدة من أبرز الرياضات الموجودة في السعودية خلال 3 رياضات. اللجنة السعودية للبادل نجحت في تسجيل أكثر من 450 لاعب ولاعبة حتى الآن، والخطوة القادمة تشمل تسجيل 5000 لاعب ولاعبة في المنافسات المحلية. والهدف الأهم هو إعداد رياضيين مميزين ينافسون بقائمة أعلى 100 لاعب حول العالم، والهدف هو الوصول إلى 500,000 ممارس في عام 2024. الفرص الاستثمارية في رياضة البادل راح تتضاعف خلال 5 سنوات القادمة، وتصل إلى 850 مليون ريال بعوائد مالية عالية على قطاع الرياضة والأعمال. كل هذا الاهتمام والذي يقف في مقدمته دعم القيادة الرشيدة، هدفها صناعة جيل مميز ورياضي على مختلف الرياضات والعيش في تنوع رياضي وصحي. لبرنامج يا هلا، سليمان الميماني.